احسن الله عزاكم، احسن الله عزاكم، ايه الله يغفر له ويرحمه ان شاء الله. اقول يا الاخو سم يا اخويا، هل اللي دفنه هذا منه؟ هذا الله يغفر له ويرحمه ويقال له الشيخ محسن محمد، هذا من اكبر التجار، الله من الدراهم. الله يغفر له ويرحمه. طيب وين بيته؟ تدله ودي علشان نروح نعزه ونقوم بالواجب. سيف ادله، اقول لك جار لي. شوف اذا بغيت تعرف وين عزاه امشي وراي وادلك. توكلنا على الله. يلا مشينا. لا تمر جيد. احنا زين. هذا السكري اللي يقولون عنه يعطي. اوه خلاص، المهم سكري ولا خلاص، شيء ببلاش ربح وبين. يا عم انا متوصلك بالخير، ودي تتكلم عن الموت، تعطينا موعظة وصبر أهل الميت. سم يا ولدي. حاب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ترى يا أخوان، يا أخوان الموت علينا حق. الواحد يلا حسنا الخاتمة، ما يقول إلا يلا حسنا الخاتمة. وبعدين تعرفون الدنيا زوالة المهم ما حد ميت قبل يومه. هل عشا وصل؟ ترى الغدا ان شاء الله باتر عندي، لا احد يتاخر. الحاضر علم الغايب. الله يجزاك خير. كفو كفو كفو، بيض الله وجهك. بس اسمع يا ابوي، عندي لك مطبخين ازين من اللي يطبخوا عنده الليله، وحتى دوق كرتو. أنا ترى شايل الكرتو مو عشان أعزم، لا عشان اللي وده يعزم يلاقي معي الكرتو. وبعدين اسمع، توصيه تقول له يخلي اللحم يستوي ويزود المكرونة ويزود الكشنة. إن شاء الله. زين؟ إن شاء الله. يلا وصوا من الليلة، يلا يمديك على باكر. أنتم شو اللي تقعدون هناك؟ تعالوا بو محل ذا، ترى الضيق بس دور مو بالقدور. تعالوا هنا. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما أنا بجايين أتعرف عليك، كل الشقق دفعوا أجارات، أنت وراك. أصبر بكرة يصير خير. وباتر وشوله بينبتن؟ بندبرها من هنا ولا من هنا. زين، أبى أصبر عليك لين باتر. إن ما دفعت أجاري بجدع أفشك بالشارع. أنا ما بلاقي قروشي بالشارع يا بيي. وبعدين اعمل حسابك، ترى الأجار الجاي بزود 5، يعني الشقة بتصير ب30. وش هو له ب30؟ وش هو له؟ أنت ما تشوف كل شيء غلا بالبلد وقفت على أحمد. اسمع، دبر نفسك ولا ولم عفشك أجدعه بالشارع وأجدعك معه، فهم؟ يصير خير. يلا انقلب. بس قوم ودي للبيت. لا الحين هنا، ما رحت بيتكم. لا عاد اخذ الثاني، والله لا رجع بكره. خذ الله يشغلك يا شيخ، خذه والحقنا السياره. خمسة آلاف ممتاز. بس اسمع، الشهر الجاي 5500. ليش زياده بابا؟ ليش زيادة بابا؟ الدنيا كلها زادت، وقفت علي أنا. 5500 ولا دور لك كفيل ثاني، فهمت؟ مرقية مرقية مرقية. يلا افتح الباب. طيب وين؟ طيب لا إله إلا الله، وراكم ما تفتحون الباب، ما تستحون، نايمين ليل العصر. ها انا جارتكم ام عبيد اللي هنا جنبكم، وين امك؟ امريني يا خاله. اسكت بس اسكت يا خاله.
شكري شكري يا رفيق. يلا يا عيال مشينا عاد يلا. فين فين نروح يا مدير؟ وين نروح؟ بروح ألقط الأجارات. وين وين بروح؟ إيش هذا أنت؟ سوى سوى حساب، سوى سوى بزورة، جيب 60 ريال. يلا جيب فلوس. جيب فلوس حلم به والله ما تشوف إهلله. هالحين أنت بتحاسب كفيلك يا ثور؟ إيش هذا أنت؟ كل يوم يجي أنت هنا كفيل أنا كفيل. أنت 5000 شير كل شهر، إيش فايدة؟ فين روح؟ بكيل أنت واحد. لا مر لنا مو بغريب. يلا 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 وبعدين جيب الباجي يا رفيج، ترى ماني مخليه. روح يا مدير. علي بابا كبير. وشلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله زينين طيبين. ترى أنا مجارتكم أم عبيد اللي ساكنة تو هنا جديدة. والله أول ما شفتكم حبيتكم ما شاء الله، لا إله إلا الله. بنتك كبيرة وراها للحين ما عرست؟ توها صغيرة 24 سنة، يجيها النصيب إن شاء الله. 24 سنة وللحين ما عرست؟ كبيرة بعدين بفوتها، بفوتها قطار العمر. متى بتعرس؟ ها لا يكون لا يكون عرجة ولا فيها شيء؟ لا الحمد لله ما فيني شيء، لاني عرجة ولا شيء، هذا كله ترى نصيب. يعني يعني ما فيك شيء؟ لا لا إله إلا الله. أجل خلاص عريسك عندي. إيه عريسك عندي. اسمعي أنا عندي ولدي ما شاء الله تبارك الرحمن، طول بعرض بجمال، العيون الأخلاق الأدب، إيه الخجل، يا الجمال اللي عليه كامل كامل، لا إله إلا الله والكامل الله ما له وصيف. الحين بتشوفونه. لا وش ذا الاغراض؟ طيب تقضى شهر شكله ذا. ايوه 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 شيك شيك شيك. ابي امي تحبني. لا لا يملح حق، مش تحب امك، تحبك هوا. يا ربي هذا الانسان ذا. هذا بيتكم؟ يلا يا ابن الحلال. طيب سكر الباب انت. يا ليل ذولي بعد. يا ولد يا اهل البيت. هلا وشلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين طيبين. ترى انا مجارتكم ام عبيد اللي ساكنه تو هنا جديده. والله اول ما شفتكم حبيتكم ما شاء الله، لا اله الا الله. بنتك كبيره وراها للحين ما عرست؟ توها صغيره 24 سنه، يجيها النصيب ان شاء الله. 24 سنه وللحين ما عرست؟ كبيره بعدين بفوتها، بفوتها قطار العمر. متى بتعرس؟ ها لا يكون لا يكون عرجه ولا فيها شيء؟ لا الحمد لله ما فيني شيء، لاني عرجة ولا شيء، هذا كله ترى نصيب. يعني يعني ما فيك شيء؟ لا لا إله إلا الله. أجل خلاص عريسك عندي. إيه عريسك عندي. اسمعي أنا عندي ولدي ما شاء الله تبارك الرحمن، طول بعرض بجمال، العيون الأخلاق الأدب، إيه الخجل، يا الجمال اللي عليه كامل كامل، لا إله إلا الله والكامل الله ما له وصيف. الحين بتشوفونه. والله وش ذا الأغراض؟ طيب تقضى شهر شكله ذا. أيوه 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 شيك شيك شيك. أبي أمي تحبني. لا لا يملح حق، مش تحب أمك، تحبك هوا. عندكم يا ربي هذا الإنسان ذا. هذا بيتكم؟ يلا يا ابن الحلال. طيب سكر الباب انت. يا ليل ذولي بعد. يا ولد يا اهل البيت. هلا شو اخبارك؟ ما شاء الله ما شاء الله. وش ذي الاغراض؟ ابوي ما جاب الاغراض مثل كذا. يا عيال دخلوها دخلوها دخلوها. شو اخبارك؟ وش الاستراحه يا شيخ؟ رخن يا شيخ، اركب اركب.
لو سمحت لحظة يا بي. هلا. أنا ثاني ماني بواهم، أنت اللي شفتك بالمقبرة وبعزة أبو محسن الله يرحمه وبالأمرية غديتنا، هو أنت؟ إيه أنا اللي غديتكم، أنا الهرش. نعم الهرش، هلا والله وسهلا. وأشوف ما شاء الله ملبقن موترك عند بيت الشيخ محسن الله يرحمه، وش عندك بذا؟ أبشرك تزوجت مرت الشيخ الله يرحمه، وامورنا طيبة، وصرت جار لك أبشرك الحين ما شاء الله. شوف معك هالموتر الزي